تحيات لكم مشاهدينا واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج خدمات اقتصاديه. مشاهدينا الاعزاء تشكل النافذه الواحده التي اعتمدتها شركه مرفأ اللاذقيه واحده من اكبر الانجازات الخدميه التي من شانها تسهيل سير العمل وكافه المعاملات التجاريه والاداريه والتخليص الجمركي مما سرع وتيره العمل وحدد اليات لتنفيذ المعاملات بالدقه والسرعه المطلوبين. حديثنا اليوم سيكون عن آلية عمل النافذة الواحدة وهي خلية عمل واحدة تختصر سلسلة من الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون مع المرفأ بكافة الاختصاصات بسرني رحب بضيفي في الاستديو الأستاذ زياد بسنة مدير أش مدير الشؤون المالية في شركة مرفأ اللاذقية يسعد أوقاتك أستاذ زياد أهلا, أهلا وسهلا. ومرحبا بك أهلا وسهلا بدايه استاذ زياد يعني لنتعرف من حضرتك عن اليه عمل النافذه الواحده وايضا ما هي اهدافها تفضل. نعم، صاله النافذه الواحده تم انشائها خلال النصف الثاني من عام 2000 باقتراح من وزاره النقل وبموافقه رئاسه مجلس الوزراء نعم الهدف الاساسي من انشاء هذه الصاله كان هو تجميع كافه الجهات المسؤوله عن تخليص المعاملة الجمركية وتواجدهم ضمن مكان واحد الحقيقة هذه الصالة بمكانها الحالي بالجهات المتواجدة فيها حققت الهدف المرجو منها بشكل كبير طبعا سابقا قبل إنشاء هذه الصالة كانت الجهات المتواجدة حاليا متواجدة في أماكن متفرقة من محافظة اللازقية وهذا الشيء كان يسبب مشكلتين نعم. بالنسبة لأصحاب البضاعة أو من ينوب عنهم أصولا نعم. أول مشكلة هي التكاليف التشغيلية نتيجة التنقلات صحيح والموضوع الآخر والأهم هو إطالة زمن تنفيذ المعاملة الجمركية نعم. وبالتالي أصبح بإمكان صاحب البضاعة من خلال الجهات المتواجدة حاليا نعم. ومن خلال هذه الصالة أن يقوم بكل الأعمال من بدايتها لنهايتها تمهيدا لإخراج بضاعته من المرفأ أصولا نعم. يعني بيوفر عليهم كثير يعني من الجهد خلينا نقول والتعب وايضا يعني يعني من قله يعني زمن او فتره يعني ادى الى اختصار زمن تنفيذ نعم. المعامله الجمركيه الحقيقه صارت النافذه اليوم متواجد فيها عده جهات نعم. نعم. كما قلنا مسؤوله عن تخليص المعامله الجمركيه منا مديرية الجمارك بأقسامها الاستيراد نعم. والتصدير والعبور هناك مندوبين عن جمعية المخلصين الجمركيين واللي مسؤولين عن وبامكانهم التدخل بمعالجه اي مشكله ممكن تحصل مع اي صاحب بضاعه لدى اي جهه متواجده ضمن هذه الصاله ايضا هناك مندوبين عن شركه مرفأ اللاذقيه ضمن الصاله هناك مندوبين عن شركه التوكيلات الملاحيه هناك مندوبين عن المصارف الخاصه هناك مندوبين عن المصرف التجاري السوري أيضا هناك مندوبين عن محطة حاويات لازقية الدولية والمسؤول اليوم بموجب العقد المبرم مع أصولا بتسيير كافة أعمال بضائع الحاويات أيضا هناك مندوبين عن شركة التأمين وبالتالي إذا هذه الجهات المتواجدة ضمن الصالة حققت الهدف المرجو منا إضافة لهالشيء هذا كله نحن اليوم بشركة مرفأ اللازقية مستعدين أنه نستقبل أي جهة من الممكن انه تساهم في تقديم خدمات للساده اصحاب البضائع او من ينوب عنهم اصولا وبالتالي هذه الصاله صاله جميله صاله كبيره تقع على مسافه او على مساحه تصل الى 2880 متر مربع موزعه بشكل اصولي بحيث يستطيع صاحب البضاعه انه يصير في معاملته من قسم الى اخر بدون اي عقبه نا. هناك فيها دلالات اذا يعني النافذه الواحده يعني وفرت الكثير من الامتيازات طبعا يعني كما ذكرت لهؤلاء يعني المتعاملين يعني حضرت مع المرفأ مع نعم نعم ايضا صالة النافذه الحقيقه مجهزه بكل التجهيزات نا. التقنيه فيما يتعلق بموضوع الاتمته نعم فهي صالة مؤتمتة رح نحكي عن هذا الموضوع ولكن ايضا يعني استاذ آآ زياد آآ خل يعني خليني اسالك انه كيف تسير المعاملات الجمركية نعم. ابتداء من وصول البضاعة على ظهر السفينة وانتهاء يعني آآ يعني آآ بخروجها آآ من المرفأ اصولا نعم يعني اكيد بده يكون هناك يعني عده نعم. يعني معاملات بهذا الموضوع اي باخره نعم. ترد الى المرافق السوريه حصرا الى وكيل بحري مرخص اصولا اليوم نحن في عندنا كان سابقا شركه التوكيلات الملاحيه كانت هي الوكيل الحصري لكل السفن التي تؤم المرافق السوريه فيما بعد بسنه 2003 صدر قرار عن وزاره النقل بالترخيص للوكالات الخاصة ضمن شروط ومعايير معينة. وبالتالي اليوم أي سفينة ترد إلى المرافق السورية يجب أن يكون لها وكيل. هذا الوكيل مسؤول عن كافة البدلات والرسوم المتوجبة على هذه السفينة التي ترد بوكالته. إذا هذه السفينة عندما ترد إلى المرافق السورية بتكون محملة ببضائع. يلي هو بالمفهوم المنفست. المنفست هو عبارة عن إجمالي حمولة السفينة والمنيفيست هو عبارة عن مجموعة البوالص يعني كل صاحب بضاعة له بوليصة مه. هذه البوليسة بتتجرم عند الوكيل البحري يلي هو وكيلة لهذه السفينة يعني بظهر شيء اسمه إذن تسليم مه. هل إذن التسليم هذا يتضمن كافة المعلومات المرتبطة بهذه البضاعة هي بمثابة الهوية الشخصية لهذه البضاعة مه. فإذن التسليم إذن يتضمن كل المعلومات من آآ 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 اسم السفينة آآ 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 تاريخ وصولها رقم المنافس اسم المخلص الجبركي اللي بده يخلص على البضاعة اسم التاجر صاحب البضاعة نوعية البضاعة شو هو اللي جاي ضمن هالبضاعة هل هي حاويات أم بضاعة خارج حاويات وزنها عدد الطرود يعني معلومات كاملة مكملة <تصفحك> هذا الإذن التسليم يصدق إذا كان عندنا اليوم بضاعة حاويات فيصدق من قبل قسم الفوترة التابع لمحطة الحاويات اللازقية الدولية واللي كما قلنا سابقا هناك عقد مبرم بين الشركة العامة ومحطة الحاويات بحيث انه هي مسؤولة عن تسيير كافة اعمال بضائع الحاويات نعم. واذا كانت بضائع عامة فاذن التسليم يؤشر من قبل المرفأ استنادا للمنافس نعم. هلا بعد ما بتاشر اذن التسليم بتوجه صاحب العلاقة لا مديرية الجمارك اللي هي موجودة أيضا أقسام الجمارك الموجودة إذا كانت استيراد أو تصدير أو عبور طبعا العبور المقصود فهي البضائع التي تنقل من بلد لبلد عبر الأراضي السورية ترانزيت العراق الأردن إلى آخره خارج القطر والاستيراد هي البضائع التي تدخل إلى القطر والتصدير إما هي البضائع التي تكون ذات منشأ سوري أو أيضا بضائع بتكون عبور نعم اذا بيتوجه لمديريه الجمارك لحتى يدخل بالبيان الجمركي ايضا البيان الجمركي يتضمن مجموعه من القواعد والاسس اللي بتحددها مديريه الجمارك لحتى تتاكد من هذه البضاعه وعائديتها واجازه الاستيراد والتحاليل، كل انواع التحاليل المرتبطه بهذه البضاعه ومن ثم بسدد الرسوم الجمركيه اصولا بعد ما بيتم الكشف عليها من قبل ايضا مختصين في مديريه الجمارك كشافين وبيتاكدوا من صحه ما هو موجود في الحاويه مع البيان الجمركي واذن التسليم المتعلق بهذه البضاعه. بعد ما بينكشف علي وبيتاكدوا من سلامته وتطابقه مع الثبوتيات والاوراق الخاصة بهذه البوليصة بسدد الرسوم الجمركية ومن ثم الرسوم المرفئية البدلات المرفئية بيحصل على مذكرات تصافي تثبت أنه هو سدد بتوجه إلى المكان الموجود في هذه البضاعة لحتى يتم تنظيم شيء اسمه منع معارضة هل منع نعم. المعارضة أيضا تتضمن معلومات كاملة عن هذه البوليسة لحتى يتمكن من خلال سحبها وإخراجها خارج المرفأ بشكل أصولي وقانوني نعم. من هي الجهات المتواجدة ضمن الصالة النافذة وهل تختلف أستاذ زياد يعني من اختصاص لآخر؟ جميع الجهات المتواجدة ضمن الصالة حاليا هي متعلقة بموضوع التخليص الجمركي نعم. بداية أما الجهات المتواجدة ضمن الصالة فهي مديرية الجمارك بأقسامها نعم. مندوبين عن مديرية جمارك الأم بأقسامها لهم الصلاحيات الكاملة استيراد تصدير عبور مه. عندنا مندوبين عن جمعية المخلصين الجمركيين للتدخل لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ مع أي صاحب بضاعة لمعالجتها مباشرة نعم. هناك مندوبين عن شركة مرفأ اللازقية اللي هي دائرة الواردات بالإضافة لقسم قسم التأشير التابع لمديرية الإسمار ومسؤوليتهم هنا احتساب وتحصيل كافة البدلات المتوجبة على بضائع الحاويات أو البضائع العامة بالإضافة للبدلات المترتبة على السفن عموما هناك مندوبين عن شركة التوكيلات الملاحية لا. هناك مندوبين عن المصارف الخاصة هناك مندوبين عن المصرف التجاري السوري لا. أيضا هناك مندوبين عن محطة حاويات اللازقية الدولي كما قلنا سابقا بأنه مسؤول عن تسيير كافة أعمال بضائع الحاويات من البداية للنهاية بالإضافة إلى مكتب التأمين إذا جميع هذه الجهات عموما مرتبط عملها بالتخليص الجمركي نعم. يعني كافة الخدمات التي تقدم من قبل هذه الجهات المتواجدة متعلقة بتخليص البضائع أي تخليص الجمركي. نعم الكادر الذي يعمل في النافذة الواحدة هل هو يعني مؤهل للعمل في هذا المجال؟ أكيد هل جميع الجهات المتواجدة اليوم ضمن المرفأ تتبع لأقسام؟ يعني اليوم مثلاً قسم الاستيراد بالجمارك أو قسم التصدير أو قسم العبور، لا. العاملين جميعهم ذو خبرة وكفاءة، مه. وكل شخص يعني لا تثبت كفاءته في العمل رئيسه المباشر بيتم نقله مباشرة، اثنين أي شخص ممكن يعني تصدر منه أي إساءة طبعاً نحن يعني في هذا الصدد بحب أن أشير لملاحظة اليوم نحن حسب التوجيهات اللي بنتبلغها من السيد الوزير ومن السيد طبعا وزير النقل نحن كشركه مرفأ لازقية وباعتبار صاله النافذه اداريا هي موجوده ضمن شركه مرفأ اللاذقيه وهي تتبع كاداره للمرفأ نعم. رئيس المنفذ الحدودي هو السيد المدير العام لشركه مرفأ اللاذقيه وبالتالي اليوم كافه التوجيهات التي نتبلغها من السيد وزير النقل ومن السيد السيد المدير العام عموما تقديم كافة التسهيلات ومعالجة أي خلل بيحدث مباشرة ومعاقبة أي شخص ممكن تصدر عنه هذه الإساءة إذا كان بشكل مقصود لا. لكن مطلوب مننا معالجة أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات بالسرعة الكلية ويمنع منعا باتا أي شخص في هذا المكان أنه يتعامل مع المراجع بطريقة غير صحيحة وبالتالي يتخذ بحقه ويتم اعلام الاداره اصولا بهذا الموضوع لمعالجته ويتخذ بحقه كافه الاجراءات الاداريه والقانونيه بشكل صحيح نعم أه نرجع حضرتك كنت عم عم تحكي عن انه العمل انه مؤتمت هل العمل كله يعني مؤتمت ضمن منظومه هذا العمل الصاله مزوده بشبكه حاسوب مديريه الجمارك تعمل على نظام الايس كودا يعني مربوط بكل المنافذ الحدوديه في القطر ايضا اليوم على مستوى محطه الحاويات ايضا هناك نظام فوترة ايضا مربوط بشكل تقني حتى بالمرفا مع الجمارك ونحن اليوم بصدد يعني بالتنسيق وكله بخبرات محليه الحقيقه من الشركه العامه لمرفا اللازقيه نحاول اليوم بشتى الوسائل انه نوصل للمراحل المتقدمه بهذا الموضوع بحيث لا. انه يكون العمل مؤتمت بشكل صحيح ودقيق 100% هي من الناحية الاتمته لا. ايضا صالة النافذه الحقيقه مزوده بالوسائل التقنيه الاخرى مثل وسائل التكييف المركزي يعني مزوده بشبكه تكييف مركزي وهذا الشيء بسبب يعني اريحيه فيما يتعلق بعمل الموظفين وبعمل المراجعين نعم الموضوع الثالث يكون يعني بيكون في ضغط كثير وبنعرف احنا يعني, يعني قديش صالة بالضبط. عدد بالضبط عدد كبير جدا في هذه صح. الصاله ايضا صاله النافذه مزوده بشبكه مراقبه كاميرات على مدار الساعه ومربوطه بغرفه عمليات في مبنى الاداره يعني مراقبه على مدار الساعه ولا يوجد ضمن الصاله امكنه مخفيه يعني جميع العاملين مراقبين ليس القصد منا وانما الشفافيه القصد منها لا. يعني ليس القصد منها هو مراقبه العاملين بقصد ما الهدف منها تحقيق الشفافيه في هذا العمل، وبالتالي جميع الاشخاص المفروض يكونوا متواجدين في هذه الصاله يجب ان يتمتعوا بهذه الشفافيه المطلقه في العمل لا. ايضا صاله النافذه مزوده باماكن يتواجد فيها المراجعون يعني اليوم في عندي اماكن يستطيع المراجع انه يقعد ويشتغل بكافه الاعمال المتعلقه ببضاعته بشكل مريح، طاولات وكراسي تتسع الى عدد كبير حتى خلال فترات الذروه. يعني الذروه اليوم بصاله النافذه تستوعبها هذه الاماكن، وبالتالي هذه الصاله اذا مزوده بكل انواع التقنيات والراحه بحيث انه تحقق اريحيه في التعامل المراجع مع هذه الصاله، مع القائمين، مع المتواجدين ضمن هذه الصاله. نعم استاذ زياد يعني ما هي امتيازات هذه النافذه وهل حققت حقيقه الهدف المرجو منها؟ مثل ما قلنا في بدايه الحديث اليوم هذه الجهات المتواجده حاليا كانت في اماكن متفرقه من محافظه اللاذقيه وهذا الشيء بحد ذاته يعني مشكله بالنسبه لصاحب البضاعه تنقلات تكاليف اطاله زمن تنفيذ المعامله. نعم اذا هذه الصاله من خلال هذه الجهات حققت الهدف المرجو منا اضف لملاحظه هامه كثير كمان اليوم حتى التعرف المرفقيه النافذه حاليا اعطت مختلف انواع البضائع الوارده والصادره والعابره مده اعفاء من الخزن عشرة ايام محبو. معفاه من حلو. بدل الخزن نعم. وبالتالي هذه المده كافيه لقيام صاحب البضاعه بكافه الاعمال ضمن هذه الصالة تمهيدا لخروجها من المرفأ بشكل أصولي وقانوني والمرفأ مزود بكل التجهيزات بكل أنواع التجهيزات البرية والبحرية الذي يستطيع من خلاله تقديم الخدمات بكفاءة متطورة وأيضا يؤدي الشهادة إلى اختصار في زمن تفريغ السفينة بحد ذاتها <applause> يعني هذا انجاز، اليوم المرفأ متميز بكل انواع التجهيزات. يوجد فيه اليات بريه آلي ناقلات، آه قواطر تنقل البضائع من والى <applause> الساحات الى الرصيف من الساحات، آه مزوده بروافع الكانتري، مزوده بالهاربر كرين، مزوده بالجولد فيلد، مزوده بعدد كبير جدا من القواطر والناقلات. <applause> <applause> اذا مرفأ متطور جاهز للعمل على مدار الساعة وهذه كمان ملاحظة هامة جدا لا. اليوم كل المرافق المجاورة نلاحظ حسب تعريفاتهم أنه اليوم ما يستوفى خلال ساعات العمل الرسمي يكون مختلف عن ساعات العمل خارج ساعات العمل الرسمي لا. بينما المرافق السورية تعمل على مدار الساعة بدون أي إضافة فهذا امتياز كبير أضف لهالشيء هذا كمان نحن كتعرفة مرفقية الحقيقه محطوطه يعني بناء على لجان تشكل من المرفئين تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف التشغيليه بالدرجه الاولى مع تحقيق هامش ربح باعتبار شركه المرفا هي شركه اقتصاديه تستوفي بدلات لقاء خدمات نعم. على عكس الجهات الاخرى نعم. يعني اليوم انا بدلاتي البستوفية هي مدفوعه القيمه كتكاليف قسم منا يعني الايرادات قسم منا مدفوعه القيمه كتكاليف على عكس الجهات الاخرى اذا عمليا نحن كمان مطلوب مننا انه نتابع هذه التعرفه من خلال الواقع الحالي نعم. اللي ادى الى رفع التكاليف التشغيليه فنحن ايضا هذا الموضوع ماخوذ بعين الاعتبار ومتابع بشكل حسيس ورغم كل ذلك ما زالت المرافق المجاوره تستوفي بدلاتها بشكل منافس لما يستوفي في المرافق المجاورة <applause> هناك صالة مخبر مركزي تم إنشاؤها بالقرب من صالة النافذة الواحدة ما أهمية هذا الموضوع أستاذ زياد؟ الحقيقة صالة المخابر هو إنجاز كبير جدا على مستوى المرافق السورية والحقيقة تشغيله تشغيل هذه المخابر كان يعني بدعم وباهتمام كبير من السيد الوزير النقل الحقيقة المخبر المركزي مزود بأفضل التجهيزات العالمية والتقنية الذي يستطيع تستطيع هذه التجهيزات أن تقوم بتحليل مختلف أنواع البضائع التي ترد عبر المرافق السورية الحقيقة كلياتنا بنعرف انه البضائع التي تدخل عبر المرافق السوريه طبعا هناك مخابر اخرى تابعه لجهات اخرى على مستوى الجغرافيا السوريه لكن انا عم بحكي على مستوى المرافق السوريه يعني البضائع التي تدخل عبر المرافق السوريه ويتم تحليل عيناتها تحلل وفق المواصفات القياسيه العالميه ولم يسبق انه دخلت ماده او سمح بدخول ماده الى سوريا الا ضمن المواصفات القياسيه العالميه. ولم يسبق انه سمعنا اي حاله مخالفه لهالموضوع هذا وبالتالي حتى موضوع المخابر والتحليل يتم بتقنيات وبخبرات محليه. وبالتالي اذا هذا المخبر بالتنسيق مع مديريه الجمارك يقوم بعمله على اكمل وجه. والمواد التي يقوم بتحليلها الحقيقه يعني ضمن مواصفات عاليه الجوده وبرجع باكد لناحيه انه جميع انواع البضائع اللي بتدخل عبر المرافق السوريه لم يسبق وان انه حصل اي مشكله على المستوى الداخلي كمواد نعم وكلياتنا بنعرف طبعا انه الدوله بشكل عام البضائع اللي بتقوم هي بالاشراف عليها تحقق نسبة الأمان 100% صحيح على عكس ما يعني سمعناه وشاهدناه نعم. بالفترات مؤخرا من دخول بضائع بطرق غير شرعية نعم. إلى البلد وهذا الشيء أدى إلى حوادث وفاة نعم فإذا المرافق السورية بإشراف الدولة يعني لا يمكن أن تقبل ولا بأي شكل وأنا مسؤول عن هذا الكلام أن نعم. أنه تدخل أي نوع من أنواع البضائع إلا ما يتم اتخاذ كافة الإجراءات العملية والتحليلية لحتى تكون مواصفاتها ضمن المواصفات العالمية نعم أستاذ زياد يعني نتمنى يعني حقيقة لكل العاملين في هذه النافذة الواحدة وأيضا لكل العاملين في المرفأ يعني دائما نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في عملهم ولكن استاذ زياد بما انه حضرتك انت مدير الشؤون الماليه في شركه مرفا اللاذقيه ويعني كما نعلم بان مرفا اللاذقيه يعتبر الشركه الاولى حقيقه على مستوى القطر من ناحيه الايرادات والنفقات طبيعه عمل هذه المديريه الحقيقه مديريه شؤون الماليه يعني هو بده حلقه كامله ولكن حابين نتعرف ضمن نعم. يعني هذا يعني ضمن وقتنا عن هذا عمل نعم. هذه المديريه مديريه شؤون الماليه هي مديريه من المديريات ال13 الموجوده نعم. في شركه مرفا اللازقيه وتتبع نعم. وأتبع انا كمدير آآ آآ للشؤون الماليه الى اشراف السيد المدير العام نعم الحقيقه مديريه شؤون الماليه مسؤولة عن تحصيل جميع أنواع الإيرادات المرتبطة بالمرفأ بالإضافة صرف كل أنواع النفقات المستحقة أصولا مديرية الشؤون المالية من خلال الدوائر الموجودة فيها هناك خمس دوائر كل دائرة إلى اختصاص من دائرة العقود لدائرة التصفية لدائرة التدقيق المالي لدائرة الواردات دائرة المستودعات جميع هذه الدوائر مسؤولة كل دائرة حسب اختصاصها المحدد في النظام الداخلي يعني دائرة العقود مثلا بشعبتيها شعبة العقود الإنمائية والمحلية مسؤولة عن تأمين احتياجات المرفأ سواء من الأسواق الخارجية أو الأسواق المحلية أصولا وضمن القانون اللي بيحكم عمله هو القانون 51 لعام 2004 قانون العقود نفس العملية بالنسبة لدائرة التصفية والصرف المسؤولة عن صرف مستحقات العاملين في المرفأ من رواتب أجور وتعويضات والسلف ومتابعة الاقتطاعات إلى آخره بالإضافة إلى إعداد خطة الموازنة التقديرية للشركة العاملة لمرفأ اللازقية أيضا هناك دائرة التدقيق المالي المسؤولة عن تدقيق جميع أنواع النفقات اللي صادرة عن دائرة التصفية والصرف والإيرادات اللي صادرة عن دائرة الواردات هناك دائرة الواردات أيضا بشعبتيها شعبة رسوم البضائع والسفن المسؤولة عن احتساب وتحصيل جميع أنواع البدلات المتوجبة على البضائع والسفن أيضا هناك دائرة المستودعات من خلال المستودعات العشرة الموجودة والتابعة لدائرة المستودعات أيضا مسؤولة عن تموين هذه المستودعات بكل الاحتياجات الضرورية لعمل وسير واستمرار عمل المرفأ على مدار الساعة إذا مديرية هامة جدا صحيح. من الناحية العملية ومن الناحية المالية فيما يتعلق ب بمديرية شؤون المالية كما قلنا يعني أهم عمل خليني أقول أو يعتبر من الأعمال الهامة هو موضوع الخطة التقديرية لا. يلي هي الخطة الجارية اللي نحن منقوم بإعدادها واللي تصادق من قبل اللجنة الإدارية ومن ثم ترفع لوزارة المالية وبيتم مناقشتنا فيها طبعا هذه الخطة يتم إعدادها وفق أسس دقيقه صحيحه نعم. آآ آآ مع مستندات يعني اليوم انا وقت اللي بدي اجي احط خطه تقديريه لسنه الـ 2016 شيء طبيعي بدها تكون قائمه على اسس دقيقه نعم. متينه صحيحه ليست عشوائيه نعم. لحتى نحن وقت بيتم مناقشتها في وزاره الماليه وبتم الموافقه على جميع الاعتمادات كما حصل السنه نحن بسنه الـ 2015 طلعنا على وزاره الماليه وكان هناك تجاوب مطلق طبعا السبب الرئيسي هو كان تحقيق ايرادات كبيره نعم. على مستوى المرفأ. وهي شركه المرفأ خلينا نقول يعني هي دائما يعني هي تحقق الـ هي الـ شركة, اقتصادية شركه اقتصاديه تساهم في, في في بالضبط نعم يعني شركه اقتصاديه رابحه نعم. وتساهم في يعني الميزانيه ميزانية العامه الدولة صحيح وبالتالي اليوم نحن من خلال القائمين على المرفأ من خلال المتابعه الحسيسه يعني منلاحظ على انه حتى نحن يعني بسنه 2014 يعني كمثال لا. واذا بناخذ 2015 بنلاحظ انه حققنا ايرادات عاليه جدا لا. وهناك نفقات قليله لا. وبالتالي حتى توريداتنا لصندوق الدين العام في نهايه السنه اثناء صدور الميزانيه الختاميه لا. يعني حتى بسنه 2014 بتعطيكي مثال بسيط جدا انه نحن الخطه التقديريه لسنة 2014 كانت حصه صندوق الدين العام مليار و476 مليون بينما بنهايه السنه نحن حولنا له 3 مليار و34 مليون يعني مبلغ ضخم يعني مثلا ضريبه ضريبه الارباح الحقيقيه لمديريه الماليه كانت الخطه التقديريه 962 مليون بينما انا وردت مليار و489 مليون يعني اليوم حتى زياده <applause> بالضبط <بدنت> لا الاجمالي <applause> الى زياده عن 962 مليون وبالتالي هي شركه اقتصاديه يعني هي حقيقة قائمه يعني على اسس متينه وصحيحه وبيرجع خليني احكي بكل شفافيه بيرجع بالدرجه الاولى سبب وقوف هذه المنشاه بهذا الشكل القوي هو وجود كادر قوي متمثله بجهه وصائيه هي وزاره النقل نعم. إضافة يعني إلى أي أيضا يعني خلينا نقول يعني هو دائما يعني نعرف المرفأ يعني هو يعني نعرف إنه المرفأ هو يعني حقيقة يعني رافض اقتصادي لخزينة الدولة نعم. الدول والحكم ولذلك نحن دائما نرى بأن بأن الحكومة دائما يعني تولي الاهتمام والرعاية لهذه لهذه لهذا القطاع أستاذ زياد ما بعرف شو تبقى عنا من وقت ولكن راح أختم معك بسؤال وضع الم في ظل الظروف الاستثنائيه. رغم كل الحصار الجائر والعقوبات الجائره بحق سوريا الحبيبه نعم. الا انه ايراداتنا هي انتصارنا وهي اللي بتعكس انتصارنا على مستوى شركه المرفأ. نعم. آه، سوريا منتصره. ان شاء الله. بهمه الشرفاء. وبهمه الجيش العربي السوري وبهمه القياده الطاهره في هذا البلد ونحن جميعا ملتزمون بالعمل ليل نهار لحتى نوصل مع كل انسان شريف في هذا البلد نوصل بسوريا الى المراحل المتقدمه وباذن الله تعالى خلال الايام القادمه وضعنا كمرفأ أيضا بده يكون في تميز إن شاء الله بدي أشكرك أستاذ زياد بسنا مدير الشؤون المالية في شركة مرفأ اللاذقية طبعا بدي أشكر وجودك اليوم حضرتك والمعلومات اللي يعني استفدنا من حضرتك من حول شركة مرفأ اللاذقية دائما نتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم شكرا لك أستاذ زياد وشكر موصول لكم مشاهدينا إلى اللقاء